عامة هقول لك على حاجة، بعمل الفطار بس مثلا عمري ما هتلاقيني بنشر الغسيل. ليه؟ علشان الناس في البلكونات بيبصوا الوضع بيبقى صعب. طبعا انت فاتن الجمال، خايف عليهم مثلا يقعوا من كتر ما هيشوفوك مش ممكن او يحسدوك، صح ولا لا؟ انا بطلع بالحجاب بس مش عشان كده يعني، بحس ان هم هيقولوا لي راجل وبينشر غسيل وبتاع. ده هو في ايه مشكله لما الراجل ينشر غسيل؟ انا سكسست شويه في الحاجات دي.